في ايه؟ ايه الهبل؟ انت يا مجنون يا ابن المجانين، تحط لي قنبلة، قصدي جهاز التتبع تحت العربية بتاعتي. أنا عائشة هانم بنت العائلات الأرستقراطيات المحترمات الثريات، يتشك فيها؟ يتشك في عينك. أيوة يتشك فيكي. أيوة يتشك لما تروحي تزوري ابن خالك في المستشفى وبين الحياة والموت وكان متقدم لك زمان يا هانم، مش لازم يتشك فيكي؟ يا نهار أبيض علي، الراجل ده مجنون والله. في يا بابا؟ هي رايحة تزور واحد قريبها في المستشفى، ما تكبرش الموضوع. افهموني يعني. بس اخرس الراجل ده في كوما بقاله سنة. اسكتي ساكتة خالص، مش عارف اقول لك كلمتين ولا ايه؟ افرضوا الراجل ده فاق وعرف انك زرتيه وطلب ايديكي، يبقى موقفي ايه في المجتمع؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه الافوار اللي انت فيها دي يا ابو؟ انت معايا ولا معاها؟ انا ايه انت معايا ولا معايا؟ معايا ولا معايا؟ بصوا بقى، انا مع نفسي، انتوا الاثنين بقى معاكوا ربنا. خدي القنبلة بتاعتك. شايف دي؟ تتحط في بوبة عينك، شايفها؟ دي تتحط في بوبة عينك، أنا ما يتشكش فيا، يا راجل يا مجنون، اوعى اوعى. خرب بيتك. بيت بعده لونه زي القمر. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.